انا واحد من ضمن الاف الاطباء اللي حاليا فكروا يستقيلوا. مرتب الدكتور على فكره يا جماعه 2000 جنيه، لسه مستقيل بالظبط من شهرين. طب ولما الناس دي تقع يعني مين اللي هتعالج المرض؟ انها الفكره المقلقه التي تخطت حدود الفكره لتصبح واقع. تقول ارقامه إن أكثر من 4200 طبيب مصري استقالوا أو فصلوا من عملهم في الحكومة خلال عامي 2017 و2018، ونجح فريق مساء دي إم سي في الحصول على شهادات خاصة وحصرية لبعض الأطباء المستقلين أو الذين يفكرون في الاستقالة. أخصائي أشعة دفعة 2009، كنت بشتغل في مديريه الصحه في السويف، استقلت سنه 2016. انا دفعه 2014، لسه مستقيل بالظبط من شهرين. حال المرتبات لا تتناسب اطلاقا مع المطلوب ومع اللي بنبذله من مجهود في الشغل. الناس بقى بتروح المستشفى قرفانه. النبطشيه على فكره للطبيب يا جماعه، عشان بس الناس اللي مفكره الدكتور بياخد 30,000، النبطشيه ب 67 جنيه، بيتخصم منهم 5 جنيه بياخد 62 جنيه. بدانا نطلب بزياده المرتبات، فقالوا في حاجه اسمها بدل عدوى اللي بياخدوا معظم فئات الشعب. فقالوا لنا بدل العدوى بتاعنا 20 جنيه، فقلنا عايزين نزوده شويه، وبدانا نرفع قضيه تمام ان الموضوع يوصل 1000 جنيه تمام. النقابه رفعت القضيه ولكن كان شيئا لم يكن. الى جانب الانخفاض الشديد في رواتب الاطباء وبدل العدوى الخاص بهم، يعاني الاطباء ايضا من سوء الاوضاع التي يعملون فيها ومن الاعتداءات المتتاليه من المرضى واسرهم. المسؤولين في وزاره الصحه عايشين في حته ثانيه خالص غير الدكاتره. بيصدروا النائب الصغير اللي هو النائب الجونيور او النائب السينيور للناس، يبداوا يتعاملوا معاه كانه هو اللي هيحل المشاكل. الناس دلوقتي بقت بتيجي تعاملنا من كتر التشويه في الاطباء، بقى بيعاملونا كاننا احنا المذنبين. يعني الناس تخش تقول لك هو مفيش دواء، مفيش علاج يا دكتور، طب انتوا قاعدين فيها ليه؟ طب احنا يا جماعه نقعد ولا نمشي؟ اتدربت لفترة 4 سنين في المعهد القومي للأمراض. خلال الفترة دي أنا اتعلمت الأشعة التداخلية. حاولت بعد ما رجعت إن أنا أعمل وحدة الأشعة التداخلية أو أفعل وحدة الأشعة التداخلية في مستشفى المسؤول العام. ساعتها كان الجهاز موجود بالفعل. الحقيقة المسؤولين من مدير المستشفى ومدير العلاجي ورفضوا رفض قاطع إن أنا أشتغل في المجال ده. بعدها على طول انا قررت ان انا استقيل من وزاره الصحه. ساكن الاطباء هنا ما كانش كويس لدرجه مزريه، لدرجه انك بتنام على ترولي بتاع مرضى لان ما فيش سراير عندك، لدرجه ان احنا كذا حد نبطش امتياز في اليوم وهم سريرين في الاوضه، فبالتالي انت مضطر تنام 3 أو 4 على كل سرير. شايف صراصير ماشيه على الحيطه، شايف ان التواليت نفسه غير ادمي. اللي بيتزحلق في الحمام وبيتكسر، اللي بيخش ما بيلاقيش ميه احيانا، اللي بيتعامل مع حمام مش نظيف اطلاقا، اللي بيحاول يتصرف في مياه معدنيه عشان مش لاقي ميه. امام تلك الاوضاع تزايد اقبال الاطباء على الحصول على الاجازات بدون مرتب والسفر للعمل في الخارج، لتبدا وزاره الصحه في وقف منح الاجازات لهم، ليتحولوا هم بدورهم الى الاستقالات الجماعيه. التعنت المقيت بصراحه، اللي هو بيخلوا الواحد يعني هو بيسيبوش بد للواحد ولا اي مفر غير ان هو يخرج عن شعوره ويستقيل او ينقطع للضغوطات اللي ملهاش حدود. انا واحد من ضمن الاف الاطباء اللي حاليا فكروا يستقيلوا، فكروا بشكل جدي جدا وبداوا ياخدوا خطوات في الاستقاله. لتتضح لك خطوره مشكله استقاله الاطباء، لابد ان تراجع معي بعض الارقام التاليه. عدد الأطباء في مصر نحو 103,000 طبيب. نسبة مقدم الخدمة الصحية إلى المواطنين هو 2.2، وهي نسبة أقل من الحد الأدنى عالميا وهو 3.4. 45% من الأطباء في مصر يعملون في القاهرة الكبرى، وهو ما يعني أن المحافظات الأخرى خصوصا النائية تعاني من عجز كبير في الأطباء الآن. فكيف يا ترى سيكون الوضع إذا استمرت استقالات الأطباء دون تدخل عاجل؟ اوقفوا استقالات الأطباء، ده كان تحقيق زعناه هنا في مساء دي ام سي تقريبا من أكتر من سنة في فقرة كنا بنتكلم فيها على مشاكل الأطباء. الحقيقة أنه بعد سنة ولا بعد 2 ما تغيرش الوضع، بالعكس احنا جايين تاني بنتكلم على مشاكل الأطباء في مصر بعد ما تعرضنا جميعا لهذا الخبر اللي كان خبر حزين جدا ومزعج جدا. تاني مش بس للأسرة الطبية في مصر، مش بس للدكاترة، ده للمصريين كلهم. وده بعد
حادث وفاة طبيبات في المانيا. وتاني بقول انه مش القصة بس في انه الطبيبات اتوفوا في هذا الحادث، لكن ما وراء الحادث وكل التفاصيل الكتير اللي سمعناها واللي كنا بنتكلم فيها في البداية، اللي هي غير ادمية وغير منطقية وغير مهنية اللي تعرضنا ليها الطبيبات، سواء اللي ماتوا الله يرحمهم او اللي تعرضوا لاصابات، منها كانت اصابات بسيطة ومنها كانت اصابات خطيرة. عايزه ارحب بضيوفي في هذه الفقره، دكتوره دينا نبيل طبيب الانف والاذن والحنجره، دكتوره نبيله الدكتوره دينا خريجه 2013، اهلا بحضرتك. برحب كمان بالدكتور محمد عبد الحميد امين صندوق نقابه اطباء مصر، اهلا بحضرتك. أهلاً. ودكتور احمد العشيري طبيب مقيم جراحه عظام وادمن صفحه اطباء مصر، اهلا بحضرتك. طبعا في البدايه خالص تعزيه لحضراتكم كاسره طبيه في وفاه زمايلكم. الناس كلها استقبلت الخبر يا دكتور بحزن شديد. انتوا بقى كأطباء هل اللي سمعتوه ده كان عادي لأنه ده بيحصل لكم، انتوا كمان تعرضتوا ليه، ولا انتوا كمان فكنتوا يعني عشتوا لحظات الصدمة اللي عاشها الناس كلها؟ يا فندم اللي ورا الحادث دوت تعسف في الإداري الموجود من فترة، يعني الميزة في الكارثة اللي حصلت الفترة ديت تمام، بعد خلاص تعزينا طبعا للمصابين وللشهداء ربنا يتولاهم تمام، ان هي اظهرت التعسف الاداري اللي احنا عايشينه بقالنا فتره طويله قوي. يعني حضرتك تطلع الماموريه او يتم نقلك خارج المحافظه ازاي؟ في حاجه اسمها شؤون قانونيه. وبعدين ايه ماموريه؟ مش اي ماموريه، بتتعمل على الواتس، في امر اداري يطلع امر تكليف، اخد اجازه، اخد راحه بعديه، الكلام ده كله، ويتم تجهيز لوسيله مواصلات امنه اللي احنا هنتحرك بيها. لكن اللي بيحصل دوت يعني اظهر النقاب عن المشكله الموجوده فعلا، التعسف الاداري الموجوده في وزاره الصحه او اللي احنا بنتعرض بيه بشكل يومي. فالحادثه ديت انتوا لما سمعتوا القصه واللي حصل للطبيبات الله يرحمهم والمصابين كمان، ده انتوا تعرضتوا لده، فبالنسبه لكم ده الطبيعي اللي بيحصل حتى لو هو مش طبيعي قانونا، لكن هو ده اللي بيحصل. طيب دكتور محمد عبد الحميد، حضرتك امين صندوق نقابه اطباء مصر، والنقابه خدت اكتر من يعني من قرار تمام على طول بعد الحادث، هل كنا في حاجه لهذا الحادث اصلا ان يحصل ده علشان نبتدي احنا نتحرك بالشكل ده؟ لا طبعا، اول حاجه بس بحب اصلح التقرير اللي هو كان من سنه ونص، الارقام اختلفت خالص، زادت في 2019 3507 طبيب استقالوا من وزاره الصحه، فاحنا كنا بنتكلم في 2018 ان هم حوالي 2600، في 2016 كانوا 1000، ففي زياده. ما طالما المشكله موجوده هيزيد العدد الاستقالات اكيد. القصه طبعا اللي حصلت النهارده او اللي حصلت من 3 ايام بالظبط، دي قصه بتحصل كل يوم، بتحصل كل سنه. الفكره ان لما حصل حادثه ابتدى الناس يشوفوا ان في تعسف اداري، لكن ده الطبيعي في وزاره الصحه، الطبيعي ان يجي لك امر يتنفذه يا اما هتعاقب. هو ايه الامر بقى؟ ان انت تروح تعمل تدريب ولا ان انت تروح تعمل ايه؟ اي حاجه، انتداب مفاجئ، ممكن انتداب، ده احنا بنتكلم في دور يوم، ده اللي حصل للطبيبات، ربنا يشفي الموجودين يعني ويرحم اللي توفوا. لا، في ممكن يجي لك امر النهارده، انت بكره هتسافر الواحات لمده 3 شهور كده، بكره بكره. طب وعيلتك، ابنك، بنتك، والدتك، ظروفك الصحيه ولا ماديه ولا اجتماعيه ولا اي حاجه، والحجه الجاهزه اللي جاهزه حاجه العمل، رفضت في فصل او طلبت فتره في جيزه، في كل يعني كل ادوات التعسف من اول الجيزه للفصل للندب او النقل لاماكن بعيده، اي صور من صور التعسف موجوده. يعني احنا ما عندناش مشاكل ان الدكاتره تروح اماكن ان يحصل انتداب، بس يبقى بطريقه منظمه، ودي بتحصل في كل الدنيا يا جماعه. والله المكان الفلاني في ناس من الاطباء بيتم ابلاغ اقرب مثلا محافظه ليها، وبياخدوا بحاجه اسمها روتا او بطريقه معينه ان الناس هتروح وبتبلغوها. في ناس ممكن لو انت بعت للمستشفى معينه والله احنا عايزين دكاتره وديتهم فرصه، ممكن في دكاتره من نفسها ظروفها تتصوع، لكن يجي فجاه كده لا بيراعوا اي حاجه اجتماعيه ولا صحيه ولا ماديه، لا بكره هتسافر والا هتاخد جيزه والا هتحول تحقيق في الوزاره زي ما حصل مع. وحضرتك لما بتنتقل من مكان اللي انت فيه، المحافظه اللي انت فيها مثلا، لمحافظه بعيده زي مثلا قال لك انت طالع الواحات مثلا، هل ده بتاخد قدامه اي مقابل مادي؟ مفيش اي مقابل مادي، هو نفس مرتبك، انتقالك على حسابك، على حسابك، على حسابك زي الطبيبات يعني البنات الله يرحمهم كانوا مسافرين، طبيبات كانوا مسافرين، اجروا ميكروباص خاص على حسابهم، اتفقوا وطلعوا الساعه 3:30 يعني فجر. متخيله قبل الفجر بساعتين بنات عشان يعني يوصلوا الصبح، عشان يوصلوا الساعه 9 الصبح. واللي عندها طفل، اللي عندها زوج، اللي عندها اب، كل ده مفيش حاجه اسمها ابلغ بالمأموريه قبليها ب 24 ساعه. مفيش حاجه في الدنيا تقول كده، انت عاوز تبلغ. المصيبه الثانيه اللي احنا عرفناها ان محافظه المنيا اللي خدوا منها البنات عشان يضربوها على حاجه، يعني انا اسف اقول انها في منتهى التفاهه، ان البريست اكزامينيشن او فحص الثدي ده موجود، احنا اتعلمناه واحنا طلبه. ان نفس المحافظه دي من شهر انتدبوا ليها اطباء الفيوم عشان يضربوا في المنيا،
معنى ذلك ان انت عندك القدره في في محافظه المنيا، عندك جامعه المنيا، عندك مركز هو أورام، عندك الناس من عندك المحافظه، عندك مركز اورام المنيا، يعني اصغر طبيب جراحه يقدر يدرب هؤلاء الطبيبات على فحص الثدي، حاجه يعني سهله جدا، ما كانش فيها داعي لو شويه تنسيق او شويه، لان هو التدريب في حد ذاته حاجه كويسه انه الناس تتدرب، ويمكن هنا في طبيب مختص جاي، على مركزية لكن التدريب. لكن بالظبط، لكن حاجة مش لازم يبقى في تمهيد. الاسهل بكتير جدا في حاجه سهله كده زي فحص الثدي ان المدرب هو اللي يتحرك للناس ل 15 او 20 او 40 الدكتوره. لكن احنا نقول عشان زي ما بيقولوا ان الصوره تظهر كويسه والناس تاخد اللقطه ان في تدريب بيحصل على ايه؟ نفس المستشفى دي حصل فيها تدريب، نفس المحافظه. هل يا دكتور دينا ساعات بيبقى اللقطه هي المسيطره على القصه؟ ده اساسي، مش اساسي فكره اللقطه اللي بتتاخد بالامر المباشر بشكل من غير اقناع، من غير الحاجات دي، دي اساسي في شغلنا، ده الطبيعي اساسا. وبيتم هم اداتين اللي بيستخدموهم معانا الاداره او الوزاره من يوم ما تعيننا لغايه دلوقتي، اداه التهديد المباشر بالنقل، دي اكتر حاجه، مع ان القانون الجديد بيقول ان النقل مش عقوبه، النقل مش عقوبه، يعني انتوا في شغلكم عادي، انتوا بتخدموا في اكتر من مكان. لا يعني مش مثلا واحد عمل مثلا ازمه مثلا او خطا طبي من يتنقل مكان تاني، طب اذا بالمكان التاني اللي راح له لا، هو المفروض النقل مش عقوبه، بس النقل هم عنده اداه مرنه جدا اسمها حاجه العمل اللي الدكتور اتكلم عنها. تقدري بقى تتكلمي ده حاجه العمل تكلمي. الاداه الثانيه اداه ابتزاز، ابتزاز بقى ايه؟ العيانين هيعملوا ايه؟ فهو عنده ادتين دول، هم دول اللي بيتحرك بيهم بس فقط لا غير. مفيش اي نوع من انواع المكافاه. انا بشتغل بقالي، انا متخرج بقالي 7 سنين، انا عمري في حياتي ما خدت مكافاه استثنائيه، مع ان انا اكيد عملت حاجات استثنائيه يعني، او خارج مرتباتنا هي انا اسفه يعني، انا ما احبش اقول ارقام، ثم 2300 جنيه لا فوقهم ولا تحتهم ولا مليم، بالعكس ده بكل شيء، ده كده كل حاجه تايم بسهرانه ب 19 جنيه اتحركتي سافرتي، هم دول كل والتدريب اللي انا خدته خلال ال7 سنين ده كله، انا رحت مواصلات على حسابي في كل الاوقات دي. طبعا انا بعزي دكتور ريمون ودكتوره سماح على طفلهم، انا نفسي حامل وما احبش افقد جنيني ابدا بطريقه زي دي، عشان وزاره لو صحيت الصبح لقيتنا كلنا وعيالنا، انا اسفه يعني كلنا وعيالنا مات موتنا، مش هتهتم طول ما الدفتر بيتفتح الساعه 8 وبيتقفل الساعه 9. هم عندهم الامضه وتظبيط الورق وتستيف الورق، وهو ده يعني الهدف الوحيد من الاشياء. فاحنا بنتصدر للعيانين تحت الاداتين دول، اداه الابتزاز واداه التهديد، وهم ما عندهمش غير كده. انا نفسي افهم بس حاجه يعني، وده هنا زي اي مواطن ممكن يفكر بالطريقه دي، انا بدخل المستشفى انا مسلمه حياتي ليكم، يعني لاي سبب اللي داخل لك طوارئ، اللي داخل لك انف واذن وحنجره، اللي جراحه، اي انا عايز افاجئك انه انا اللي هستقبلك في الطوارئ. انا مش عارف حضرتك تعرف المعلومه دي ولا لا، بس دكاتره الطوارئ اللي بيقف فيها دكاتره الجلديه والعيون والانف والاذن والحنجره، ده طبيعي يعني ولا ايه؟ صنفيلي مش دكاتره طوارئ فبيشغلونا غصب، انا بيخش لي حالات ازمات قلبيه وانا دكتوره انف واذن وحنجره. انا مش عارف حضرتك تعرفي المعلومه دي ولا لا. وحضرتك لما يدخل لك حاجه طوارئ مش في اختصاصك، مش فاهمه فيها تعملي ايه؟ انا متصرف في حدود الممارس العام اللي هي حدود ضيقه جدا، واللي انا سايبه شغل الممارس العام ده بقالي 4 سنين. ومش كل الحاجات هتقدري تتعاملي معاها؟ مش كل الحاجات هقدر اتصرف فيها. وطب انا لو رفضت؟ نرجع للاداتين، الابتزاز العين هيروحوا فين؟ العين هيموتوا، والتهديد هتتنقلي، ممكن اروح الاقي نفسي اصحى الصبح الاقي نفسي في سينا مثلا. انا مش عارف حضرتك برضه تعرفي المعلومه دي او المعلومه دي مش مشهوره، بس انا اللي هقابلك في الاجتماع دكتور العظام. انا منتدى انا حصل مشكله في المستشفى عندي، منتدى لمكان ما، تمام؟ اللي ده المفروض كان سنه، انا دلوقتي قاعد 3 سنين بحاول ارجع، مش عارف لغايه الفتره دي الحمد لله بحاول ارجع. انت منتدى فين؟ منتدى من المستشفى بتاعتي الاساسيه. فين؟ لمركز في داخل المحافظه، مركز تاني. يعني انت جوه نفس المحافظه بس نقلت من مركز لمركز، يعني بعد مثلا بتاع 20 كيلو 25 كيلو. طب دي هينه دي بسيطه يعني. ده برضو كان حاجه عقبيه؟ كان بعد مشكله حصلت في المستشفى عندي، تمام؟ فانا بقى لي كان الانتداب سنه، بقى 3 سنين. حصلت مشاكل في الاخر يعني، بحاول ارجع ان شاء الله باذن الله، هرجع ان شاء الله باذن الله، تمام؟ المشكله اللي حصلت في الاخر او اللي انا عايز ارجع، لان برضو عشان نقص الدكاتره الطوارئ، انا قاعد في الاستقبال جاي داخل لي حاله كاردياك ارست، ازمه قلبيه، اي حاجه مش عارف اتعامل. طب حاله تشنجات مثلا؟ بيحصل بقى ايه؟ تصادم مع الاهالي. طب انا ذنبي ايه؟ انا واحد قاعد في مكاني، مش شايفين غير هم شايفين غيري. انا شايل مسؤوليه بقى ايه؟ نص الاطباء، مسؤوليه نص العلاج، مسؤوليه اي مسؤوليه، انت اللي قدامنا، انت اللي شايل. يحصل بدا يحصل تصادم، ما عدا طبعا ما فيش امن في المستشفيات، فيبدا يحصل تعب على الاطباء، للضرب والاهانه، فيبدا بقى يدخل في المسلسل الموجود الايام ديت على كل المستويات. طيب انا معايا بس تليفون، معانا مين؟ طيب معايا الدكتور محمد البدري.
استاذ كليه الطب جامعه المنيا. يا دكتور انا عارفه حضرتك ليك عايز مداخله، اتفضل يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، واهلا بولادنا شباب الاطباء اللي مع حضرتك. الحقيقه يعني انا ما كنتش حابب اعمل مداخلات خالص على الموضوع ده، لان المصاب بتاعنا افتح بكتير من ان احنا نتكلم عليه بشكل غير، يعني مش قادرين نتكلم، ما حدش فينا قادر يتكلم بصراحه. يعني احنا مش اهل الضحايا بس اللي المفروض يتعزوا، ولا القطاع الطبي بشكل عام بشكل حضرتك متخيله، لا احنا الوضع اقصى من كده عندنا بكتير. احنا لينا في الولاد اللي راحت، لينا في الولاد اللي اتصابت. انا استاذ كل البنات المصابين دول انا درست لهم بشكل شخصي واعرفهم بشكل شخصي جدا، و يعني مش عايز اقول لحضرتك منظرنا ازاي كلنا واحنا شايفينهم وعارفين وشايفين البنات دولت من سنتين كانوا قاعدين قدامنا في محاضرات وفي راوندات. احنا لينا في دولت، يعني لو في حق فعلا. الدكتور المهم في اول الحلقه بيقول لحضرتك انا عايز اخد حق مراتي اللي توفت اللي اتجوزتها شهرين. لا ده مش ريمون لوحده، ده كلنا لينا حق فيها، احنا عايزين حقها كلنا اللي راح. الحقيقه ان بعض الاحداث بتبقى كاشفها، يعني في مواقف كده بتحصل على الرغم من قمه الاسى والالم اللي بتسببه، الا انها بتبقى كاشفها وبتبقى ليها جانب ممكن يكون هو السبب اللي يخلينا بعد كده ناخد بالنا بقى، يعني نصلح نعمل حاجه. الموقف ده من اكثر المواقف اللي انا شايفها كاشفه. انا مستغرب ان حضرتك من اول الحلقه بتستغربي او بتسالي المداخلات. هو يا اخوانا لما بيجي لكم رساله على الواتساب هو ده العادي بتاعكم؟ هو قواعد المنطق بتقول ان ده مستحيل يكون عادي في اي حته في العالم. يعني هو ده مستحيل يكون عادي، بس هو للاسف هو ده العادي. وزاره الصحه مرحبا بيك بوزاره الصحه، ده اللي بيتم بشكل يعني طبيعي عادي جدا وتم الاعتياد عليه. احنا البنات دول سافروا عشان يتدربوا على سرطان، على مكافحه سرطان الثدي. انا عايز اقول لحضرتك ان الوزاره بالكامل محتاجه تكافح سرطان العشوائيه وال يعني مش عايز اقول لحضرتك ايه، وكميه تخبط وفشل اداري وسقوط اداري غير طبيعي. الحادث ان كان مصابه اليم بالفعل، احنا عايزين حق البنات اللي راحت، والاهم من كده انا عايز حق البنات المصابه اللي حاليا في معهد ناصر، اللي زميلاتهم حاليا بينبهوا علينا لو زرتوهم يا اخوانا ما تقولوش ان البنات اللي ماتت عشان بيسالوا عليهم. انا عايز اعرف البنات دي لما ترجع شغلها هتكمل حياتها ازاي؟ يعني التواصل بين للاسف قيادات الوزاره بدءا من الوزيره لاصغر مدير اداره وبين شباب الاطباء شبه معدوم. حضرتك بتتكلمي على زمن او سنه 2019 دي تحديدا، اعلى نسبه استغلال حصلت في تاريخ وزاره الصحه، والتقرير اللي مع حضرتك كان بيثبت كده. عايز اقول لحضرتك بس احنا داخلين بنطبق مشروع التامين الصحي الشامل. انا عايز اعرف هنجيب اطباء منين؟ احنا بعد سنتين ثلاثه مش هيبقى عندنا اطباء نعالج اي حد من خلال وزاره الصحه. تاني انا بس في سؤال مهم جدا بالنسبه لي نفسي اطرحه على سياده الوزيره او على المسؤولين في الوزاره. دلوقتي الحادث لما حصل الساعه 8 صباحا، البيان يطلع الساعه 8 بالليل ليه؟ يعني نقعد 12 ساعه والبيان لما يطلع يكون فيه الخلط العجيب بتاع الابتزاز المشاعر بتاع بعثه الحج والاسلوب اللي احنا الصراحه يعني كلنا استقنا منه جدا، مع الاخذ في الاعتبار ان ساعتها كانت الوفيات حالتين بس منهم سماح اللي هي مسيحيه الديانه. دي هتسافر تحج ازاي؟ طب يعني دي يعني معنى كده ان اللي طلع البيان ده اصلا ما قراش الاسامي. نعم. ماشي، وما حاولش حتى يصلح. يعني هو ما حاولش بعد كده يتدارك الامر. لما نوره ماتت امبارح، دي الضحية الثالثة، يعني الدكتورة نورة اللي توفت امبارح الظهر، بقى أصبح الحمد لله المكانين الحج بقى استكمالوا، يعني الحمد لله بقى عندنا اثنين حج كده خلاص. يعني أنا بس السؤال الثاني، أنا عندي مشروع سيادة الوزيرة أول ما جت الوزارة أعلنت عنه، ولما الدكتورة سارة أبو بكر من سنة وشوية فاتت توفت بصعق كهربائي في سكن أطباء المستشفى اللي كانت بعديها على طول الكهرباء. عملنا حلقة خاصة عن القصة. أيوة، دي وعلى الظروف الغير آدمية اللي بيقعد فيها مجموعة من الأطباء. عارف حضرتك فاكرة حضرتك سيادة المتحدث الرسمي طلع وقال إن إحنا بنعمل حاجة اسمها المشروع القومي لتحسين بيئة العمل. صحيح. نفسي أعرف إيه اللي تم في المشروع القومي لتحسين بيئة العمل حتى ساعة التاريخ. سؤال مهم وهنطرحه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البدري، استاذ كليه الطب بجامعه المنيا، وهو كان استاذ للطلبات اللي توفوا في هذا الحادث. بس هستاذنكم لازم هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم في مشاكل الاطباء اللي ما زالت مستمره واللي خلفت هذا الحادث الاليم منذ ايام.
السؤال اللي كنت بسأله ما كملتوش قبل الفاصل اللي فات، فكرة انه اذا كان الاطباء عندهم كل هذه المشاكل، يعني بيعانوا بكل هذه المشاكل في سكنهم، في اقامتهم، في مرتباتهم، في بدل العدوى، في الظروف التعسفية في العمل اللي بتاع، طب انت انا كمواطن او مريض داخل، انت المفروض ان انت يعني اللي بتنقذ الحياه، ان حضرتك يعني بتبقى سبب طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انت تنقذ الناس، ان انت تشفي. طب انت تتعامل ازاي؟ ما انت اصلا طالع عينك، انت اصلا شخص تعبان معنويا، عليك ظلم بيقع حسب كلامكم، ماديا يعني انا مش عارفه بنعيش ازاي بالألفين جنيه كطبيب، بتتعامل ازاي مع المرضى؟ طب ما هو ده يخلي المريض يقول طب انت محتاج الاول لازم ظروفك تتحسن عشان تقدر تساعد الناس. ما السؤال الاوقع يا فندم، المريض داخل يهددك وعايزك بقى تعالجي ابنه، طب انت ازاي عايزني اعالجك؟ انت برضه حط نفسك مكانه، يعني انت حضرتك داخل تعتدي عليا وبعد كده تاخر تقول اعالج ابني، طب انا هعالجه ازاي؟ بعيدا عن المشاكل الخاصه، الا انت داخل تعدي عليا وتقول لي اعالجني، باي منطق؟ تمام؟ المشاكل حتى لو مش داخل يهددك، ما انت عندك برضه مشاكل. ما هي المشاكل عارفه حضرتك، دخلنا بقى في منطقه التعود. انا دلوقتي بقالي 10 سنين في وزاره الصحه، تمام؟ بقبض زي ما الدكتور قالت 2500 جنيه برضه، نفس ال 2500 جنيه 2500 جنيه لو فينا بصيات بقى. طب بتشتغل مثلا في عياده مثلا مع حد، الواحد بيبدا بقى ينتقد بقى عشان لازم يعرف بقى عشان ايه تعرف تعيش. يعني انت المجتمع بيعاملك كطبيب، فلازم تعيش عيشه الطبيب اللي هو يعني حد ادنى للحياه، تمام؟ فلازم تبدا تتعامل على هذا المستوى، تمام؟ فدوت هيأثر على حياتك. هتلاقي اغلب الاطباء مصر حياتهم الخاصه، مصر احنا لو حضرتك اغلب الاطباء ما عندهمش اي استعداد خالص، تمام، ان هم يتركوا العمل الخاص بس يلاقوا المقابل في العمل الحكومي. يعني انا ايه اللي يبهدلني؟ ايه اللي يخليني مثلا اطلع اشتغل في مكان واثنين وثلاثه؟ طب ما الحكومه توفر لي انا احتياجاتي الخاصه او الراتب اللي يليق بطبيب، وانا ان شاء الله باذن الله ما فيش عمل خاص، 8 ساعات 6 ساعات واروح انام في بيتي مع اولادي مع زوجتي، عايش حياتي كمواطن. لكن ليه الاصرار او التعنت من جهه الايه الحكومه او اللي بيدير ملف الصحه؟ يعني نطالب بزياده مرتبات، يقول لك انت لو طلعت معاش مبكر مالكش معاش، طب ما هو المعاش بيتخصم منك كمان، ما فيش معاش في تاميناتك وفي حقك، وبيدفعوا في تامينات ومعاك بيتخصم من المرتب اللي هو ال 2500 اللي بناخدهم برضه، ويقول لك لا مالكش معاش لو طلعت معاش مبكر مالكش معاش. الموضوع ده بيتعمل بيهم حاجات كتير قوي. ازاي؟ طب يا جماعه عايزين مثلا ايه بدل العدوى، يقول لك ده انت كمان لو هتاخد بدل العدوى كام دلوقتي في 2020؟ 19 جنيه 19 جنيه في الايه؟ شهر شهر؟ لا لا في حاجه كمان كتير مكلفين، مش فاتح عياده بياخد 30 جنيه بدل عياده، يعني مش فات عياده الحكومه بتديله 30 جنيه. هو في اي دواء في الدنيا ممكن يتاخد شهر ب 19 جنيه ولا تاخدوه اللي جاي بيعملوا ايه؟ صرف امبارح 55 جنيه. ممكن شركه افلام يجي ب 19 جنيه. يعني يا دوبك ويخلص في اسبوع. هو كفايه قوي. طيب المشاكل الوحيده اللي بتواجهكم لان انتوا كنقابه حتى اختصمتوا وزاره الصحه بان هي اللي معنائيه في اللي حصل، ايه مشاكلكم تاني اللي انتوا هتطرحوها وممكن تكونوا انطلاقا من هذا الحادث للاسف الحزين والتعيس اللي حصل في اليومين اللي فاتوا واللي راح فيه ضحايا ما بين شهداء وما بين الله يرحمهم وما بين مصابين، ممكن تبتدوا تتكلموا فيه مع وزاره الصحه بانه لازم يتم تحسين 1 2 3 للاطباء في مصر؟ 1 2 3 رقم واحد تحسين بيئه العمل، وزي ما الدكتور محمد قال ان كانت في مسابقه الوزيره عامله جايزه ليها 100,000 جنيه، جايزه اولى و 50,000 جنيه من يوليو 2018، يعني من اكتر من سنه ونص، بعد جت اللي هو لسكن الاطباء والتمريض ازاي هنعمل سكن. راحت فينا هذه المسابقه؟ احنا زي ما الدكتور محمد قال، دكتوره ساره بكر الله يرحمها ماتت في سكن مستشفى المطريه نتيجه تماس كهربائي. الى هذه اللحظه لم يتم تغيير اي شيء، سكن غير ادمي نهائي، اكل غير ادمي، مفيش حاجه اتغيرت، الوضع زي ما هو. عندنا الحاجه المشكله الاكبر مصاريف الدراسات العليا، الوزيره اول ما جت رغم ان احنا عندنا قانون من سنه 2014، يعني احنا بنتكلم في 6 سنين عندنا قانون بيقول ان الدراسات العليا على حساب جهه العمل، واول ما الوزيره جت طلعت قرارات ان هيتم تفعيل هذا القرار. احنا بنتكلم في ايه؟ الوزيره بقى لها سنه ونص في الوزاره من يونيو 2018 لغايه هذه اللحظه لم يتم دفع اي مصاريف لاي دكتور دراسات عليا. ضعف الرواتب طبعا زي ما احنا بنتكلم فيها، بقى لنا سنين من ساعه القانون 14 اللي هو من 6 سنين برضو كان حسن قليلا من وضع الاطباء، احنا بنتكلم في 2014 قبل التعويم، يعني اي زياده كانت حصلت من 6 سنين دلوقتي لا تساوي شيء. بدل العدوى اللي احنا كسبنا قضيه قضيه من 2016 كسبناها والحكومه استأنفت عليها وتم رفض بدل العدوى، وقال لك رغم ان يعني هو رقم ال 19 جنيه بدل العدوى ده من سنه كام؟ ده من حاجه من حاجه و60 اللي هو كان يساوي اياميها من حاجه و60 كان يساوي اياميها 100% من المرتب. المرتب زاد نتيجه التضخم لكن بدل العدوى فضل زي ما هو،
يعني ما كانش نسبه ايه، كان رقم. بدل عدوى ده مش بند مثلا مكتبي مثلا بدل بوسطه، لا ده بدل عدوى ده انت حضرتك بتاخده فعلا تصرفه على بدل عدوى. يعني هنا دكتوره دينا مثلا بتقول لي في الفاصل كانت بتكح عندها برد، لان هي على طول عندها برد، لان هي بتشتغل بتتعامل مع ناس مرضى، فدي واحده على طول عندها برد محتاجه للعلاج، فانت هتاخدي المرتب كله تصرفيه على كام طبيب شاب مات بدل عدوى نتيجه عدوى خدها من عندكم احصائيه لده؟ ما طبعا ما نقدرش عندنا احصائيه، ان في بنتكلم في عدد قد ايه تقريبا؟ ما نقدرش ما عندناش حاجه، لكن احنا عندنا بس في ناس بتروح حاجات مشهوره من اول الله يرحمه دكتور احمد عبد اللطيف لغيره لغيره لغيره، الاطباء اللي ماتوا نتيجه بلع العدوى، الدكتوره داليا محرز اللي ماتت من سنتين وقعد جوزها بيجري سنتين في المحاكم عشان يثبت ان العدوى دي نتيجه اصابه عمل. الحاجه المهمه قوي اللي احنا عاوزين نتكلم فيها في الحادث الاليم ده، ايه اللي هيحصل لهؤلاء الشهداء؟ هل هيتم اخذ معاش ليهم؟ اصابات العمل اللي حصلت، الطبيبة رعوسة ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة، اللي فقدت طفلها وفقدت رحمها وفقدت فرصتها في الإنجاب تاني، هل هيتم تعويضها وهيتم وأنا مش عارفة حتى المنطق هنعوض إزاي؟ يعني الحاجات دي أصلا بتتعوض إزاي؟ الحاجة بس اللي عاوز أقولها إن الله يرحمهم الثلاثة شهداء البنات الدكتورة رانيا والدكتورة نورة والدكتورة سماح، أحدهم كانت حامل بقالهاش أقل من أسبوع، كانت لسه عروسة ولسه عارفة إنها حامل، مش بس إنها توفت وإنها يعني ما بقتش موجودة معانا وإن جوزها، لا كانت حامل للأسف. ده غير الطبيبه الحامل الثانيه اللي فقدت رحمها، اللي ربنا يقومها طلعها في المستشفى. احنا عندنا طبيبه من ساعتين بس لسه راكت عمليات معهد ناصر عشان تعمل عمليه تثبيت فقرات، يعني احنا عندنا في ناس ممكن ما يقدروش يتحركوا. الحاجه بس اللي عاوز اشيد بيها يعني كل الشكر لاطباء معهد ناصر حقيقي، كل زمايلنا واساتذتنا وقفوا وقفه جميله جدا، وفعلا معهد ناصر واطباء دايما معهد ناصر الحقيقه في الازمات دي بيتحركوا. الحاجه بس المهمه انا كنت عاوز اقول عليها ان الوزيره زي ما قال الدكتور محمد في مداخلته ان الاطباء الطبيبات، والحادثه كانت الساعه 8 الصبح، ما طلعش بيان من الوزاره الا الساعه 10 بالليل، والوزيره ما اتحركتش وراحت زارتهم الا بعد الساعه 11، وبعد كده عرفنا يعني انها كانت مريضه، وللاسف كانت يعني كانت مريضه زي ما بيقولوا انها كانت مريضه في مستشفى، وبعد كده خرجت زارت الطبيبات ورجعت المستشفى تاني، وللاسف المستشفى دي ليست تابعه لوزاره الصحه. هل الطبيبه الوزيره مش كان اولى بيها انها تقعد جنب زميلتها لو كان عندها ثقه في وزاره الصحه؟ ازاي الطبيبه تبقى الوزيره المسؤوله عن الصحه في مصر لما تحب تخش مستشفى وتتحجز تتحجز في مستشفى تابعه لاحد الهيئات؟ ده سؤال وجودي، سؤال بديهي يعني. طيب. ماشي. فسمعته كمان على فكره انه كان اول يعني من اوائل ردود الفعل اللي هي كانت غريبه هي فكره انه الاهالي يطلعوا عمره، وانا يمكن اتكلمت على فكره العمره يمكن بعد شويه لو حد عنده اي مصاب جلل بيبقى محتاج يعني يعمل اي حاجه روحانيه دينيه على حسب بقى ديانته ايه، لكن التعامل مع الازمات هل بيبقى كده طول الوقت؟ يعني طول الوقت بمنطق هيطلعوا عمره؟ هو لو تلاحظي هو ده من مبدا برضه من دول المبدئين بتوعهم، ده مبدا الابتزاز ببساطه خالص والله العظيم. ايه اللي في كده ابتزاز؟ الابتزاز لانه اهل الناس دي مش هتعرف ترفض، مستحيل يرفضوا، هيقولوا مش عايزين يطلعوا عمره. فاهماني؟ فهي هو ده النطاق الشكل العام اللي بتتبعه الوزاره معانا، تسديد الخانات، تسديد الورق، تستيف الورق فوق بعضه فقط لا غير، احنا متسابين للناس ومش احنا بس، انا بس عايزه اكد على نقطه، طبعا احنا الثلاثه اللي موجودين على الترابيزه احنا الثلاثه دكاتره، بس في حاجه اسمها مقدم الخدمه الطبيه، ده مفهوم اوسع، يعني اصدقائنا التمريض طبعا، اصدقائنا العاملات، اصدقائنا المسعفين، الناس دي كلها بتتعرض لعنف ممنهج نتيجه تدفع ثمن ضعف الخدمه الطبيه. مثال بسيط في عيادتي انا الشخصيه في الحكومه، ما كانش فيه علاج في الصيدليه كالعاده. والعيان طلع يتخانق مع الدكتوره الزميله اللي كانت موجوده، مش لاقي قدامه غيرها، اوكي، وما عرفش الى حد ما انه في ما زال في بعض الاحترام فاضل من المصريين، بعض الاحترام من المصريين، قدر على مين؟ العامله اللي واقفه، العامله اللي واقفه، العامله اللي واقفه عندها 62 سنه متعينه بعقد خاص للتهرب من دفع الحد الادنى للاجور طبعا كالعاده، وطبعا من غير تامين ولا اي حاجه وملهاش تامين صحي، فالسماعه الطبيه اللي في ودنها احنا اللي مجمعين ثمنها. فالعيانة العاملة خدت قلم، اخصها قلم، فسماعها اتكسرت، الست طبعا والمواطنين الشرفاء يعني اجتمعوا وهربوا الراجل كالعادة، والست بقت قاعدة بتعيط مش عشان كرامتها، الست بتعيط على ثمن تصليح السماعة، حول الله يا رب. فدي يعني ست فوق الستين ما بتاخدش حد الأدنى للأجور بتاعها، ما عندهاش تأمين صحي، بتتضرب. احنا كمجتمع لا نقدم ليها اي شيء على الاطلاق، نقدم ليها اهانه بس بيور، واصدقائنا التمريض عندهم قصص مشابهه، اشتغلنا معاهم فقره كامله عن التمريض وسمعنا حاجات كتير قوي، بس انا عايزه اقول ان هي واضح ان هي دايره وبتلف.
يعني مش عارفة مدام مين اللي بعتت على الواتساب تقول الولاد لازم ينزلوا بتمارس العنف، فده يمارس العنف على ده، وهي أصلا أكيد بتمارس عليه عنف تاني من حد أعلى، وده يمارس على ده، وبعدين يوصل للطبيب، وبعدين يوصل للعيان، فهي دايرة عمالة بتلف، وناس عمالة تمارس عنف على بعض. يعني انت قصة غريبة جدا، انت داخل تتعامل، لقيتش دواء في الصيدلية، هي الست العجوزة اللي واقفة الكبيرة المحترمة الغلبانة اللي واقفة دي، ذنبها ايه بتضربها ليه؟ يعني انت واقع عليك ظلم، طيب واقع عليك ظلم فتضرب الست اللي هي مظلومة اكتر منك اصلا، فدايرة دايرة ما بتخلصش. يعني كان في كاتب كده اسمه جليانو، ادوارد جليانو، كان بيقول نحن نبيع السكر لنستورد السكاكر، احنا بنعمل كده، احنا بنطفش الدكاترة بتوعنا وبنرجع نتعاقد معاهم تاني باسعار تانية، باسعار اعلى، والوضع ده عاجب الكل، كل مستمتع، عاجب الحكومه اللي هي بتتخلص من ما يسمى بالعماله الزايده، انا ما اعرفش، عاجب الاداره جدا ان هم يمشوا دكاترتهم ويطفشوهم ب 2300 جنيه، انا باخد 2300 مش 2500 زي الدكتور عشان اصغر منك شويه، 200 جنيه برضه، شغل جامد قوي، بيطفشوهم، وبالتالي نرجع نصدر السكر ونستورد السكاكر. نفس الدكتور اللي بياخد بيتحول التحقيق كل اسبوع باهمال وتاخير و و و هو الدكتور اللي انت بتجري وراه عشان تعمل تعاقد وبتدفع ضعف السعر عشان انت عايز تتخلص من الجهاز الاداري. ما هو ده نفس بالظبط اللي حضرتك قلته، ان يبقى عندي تدريب في المنيا من اسبوع فما يحضروش دولت، لكن اوديهم يحضروا نفس التدريب اللي في القاهره، من الفيوم يروح المنيا يعني، فاهم؟ تخطيط بكده، حاجه بسيطه جدا، هي نفس الحكايه. اخيرا حضرتك ادمن صفحه اطباء مصر، واعتقد عليها عدد كبير جدا من الاطباء والناس بتتابعها، هل انتوا ناويين ترتبوا نفسكم في انه تعرضوا بقى المشاكل دي عن طريق بقى النقابه، عن طريق انتوا كاطباء، ولعل وعسى هذا الحادث عشان ما تروحش ارواح تانية او يحصل اي مشاكل تانية؟ تمام، في حاله احباط شديده في شباب الاطباء، تمام، حوادث كتير حصلت، النتيجه ما فيش نتيجه، ابسطها زي ما حضرتك بتقولي اللي هو المسابقه بتاع سكن الطبيبات وسكن الاطباء، عدى عليها الوقت سنتين، حد سمع حاجه؟ ما فيش ولا اي حاجه خالص، هي هو جامد في وقت الحادثه وبعدين كل شيء انتهى. انت خايف يبقى نفس اللي بيحصل دلوقتي برضه؟ اكيد بنتكلم عشان الحادثه وبعد شويه خلاص بقى الموضوع هينتهي. هي هو مثلث قايم على ثلاثه، لو عايزين نرتكب الملف الصحه، المريض متلقي الخدمه ومقدم الخدمه والحكومه اللي بتعمل القرارات ما اللي توافق ما بين الاثنين. مريض جاي مش لاقي علاج هيعمل ايه؟ هيتخانق مع الطبيب، تقوم الحكومه تعمل قرار ايه؟ لا ممنوع تكتب علاج من بره. طب المريض جاي مش لاقي علاج وانت ممنوع تكتب علاج من بره، المريض الله هيروح فين؟ ما فيش علاج جوه، نعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ نفس الحادثه دي حادثه مشهوره جدا بما انها كانت من سنه، ده في ناس شهيره جدا عشان كده بتعالج من بره. لا طب ما هو العلاج مش موجود جوه، ما تكتبوش علاج من بره. طب انا اعمل ايه طيب؟ هو كده هتعمل له ايه طيب؟ ماشي، لا ده سؤال على فكره، يعني انت هتعمل ايه؟ لا حضرتك ده مش قصه، ده كان في دكتور اتحبس، ايوه دكتور محمد حسن طبيب مقيم في الجامعه يعني متفوقين، اتحبس وخد حكم بسنه لانه حكم بايه؟ حكم بحبس لمده سنه، ودي كانت قضيه شهيره جدا، أيوة لانه كتب جدا لمريض ان هو يجيب المفاصل شرايح والمسامير من بره من شركه، في ان هو بياخد عموله، ودي دي كانت قضيه كبيره جدا، وما كانش فيه نفس البدائل دي موجوده في الصيدليه. هو في فرق، كان في فرق ما بين السعر بره وفرق، كان لازم المريض يدفع كده بعد التعويم، كان في فرق ما بين قرار نفقه الدوله اللي كان بيجي وما بين السعر الحقيقي، فالشركات بتزود السعر، فمين بيدفع الفرق ده؟ المريض. فالدكتور هو اللي بيتعامل مع الشركه مش المريض. اتسجل الدكتور وخد حكم الحبس سنه لانه طلب من المريض عشان المريض، مش حطش حاجه في جيبه. فكانت قضيه شهيره جدا. انت اصل في حاجات بديهيات، يعني حضرتك قدامك حد، يعني والله العظيم بديهي، كل اللي بيحصل ده غير بديهي، يعني غير منطقي. انا مريض جاي مكسور، انه عيان جاي لك فانت لازم تديله دواء. هو جاي لحضرتك ليه؟ ما هو مش جاي يفضفض معاك، هو في الاخر عايز يروح بروشته مكتوب فيها ادويه صبح ومساء وليل وحبايتين وثلاث حبايات. ممنوع نكتب علاج من بره. انا مريض جاي لي مكسور، اجبسه، عايز علاج، تعالى بكره العياده تاخد العلاج بتاعك، اجي بكره العياده ياخد العلاج، مفيش علاج. هيعمل ايه؟ مش عارف. يروح بقى يكشف بره، طب ما هو كده هيطلع يشتم في الدكاتره. احنا عملنا ايه بقى طيب؟ امال ايه؟ ايه بقى الحكمه؟ ما تعرفيش، ما تعرفش اصلا اللي بياخدوا القرارات دي بياخدها بناء على ايه؟ بياخدها هو. طيب الموضوع اعتقد كمان المره دي بنتمنى بانه عشان ما يكونش دمهم راح حضر، انه يتم التحريك في كل ملفات مش بس التعيينات والبدل العدوى والمرتبات ومكان الاقامه والاعتداءات والنقل التعسفي والمش عارفه ايه والحاجات اللي تتعرضوا ليها دي، كل الموضوعات دي تطرح تاني للنقاش وبشكل جدي، ما يبقاش بس مجرد هوجه حصلت بسبب الحادث وبعد كده كل واحد بقى بيشوف حاله وترجع. حاجه اخيره، ان ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي الساعه 12 في دار الحكمه عندنا يوم تقديم للشهادات، نتمنى من كل زمايلنا ان هم يحضروا اليوم عشان يعني يبقى اقل حاجه ان احنا نقف جنب زميلاتنا، نكون معاكم كمان ان شاء الله. عندنا يوم 13 مارس الجمعيه العموميه، لازم هيكون في شويه
يعني اشياء يعني شويه حاجات تعملها وزاره الصحه قبل يوم 13/3، والا يبقى في جمعيه عموميه حاشده. نتمنى ان الاطباء يقفوا ورا النقابه عشان نقدر نجيب حق طبيبات الاطباء او طبيبات اللي توفوا وحق زمايلنا، ونقدر نحسن وضع الاطباء بصفه عامه. ومجلس النواب كمان اشتغل الفتره اللي فاتت كثيرا على هذه القصه، يا رب يكملوا على ده لغايه ما تحل كل المشاكل الخاصه بالطب وبالاطباء في مصر. بشكركم دكتور محمد عبد الحميد امين صندوق نقابه اطباء مصر، الدكتور احمد العشيري طبيب مقيم جراحه عظام وادمن صفحه اطباء مصر، ودكتوره دينا نبيل طبيب الانف والاذن والحنجره. شكرا ليكم جميعا مره ثانيه، يعني خالص تعزيه لحضراتكم ولكل اسر الضحايا والمصابين. عايزه بس يعني افكر حضراتكم بالسائق اللي احنا روحنا صورنا في بيته، لان انا نسيت اقول الكلام ده بعد التقرير. هذا الرجل كمان ضحية هذا الحادث، ده رجل بسيط كان بيجري على اولاده وعلى اخته وعلى زوجته وعلى اهله، كان بيصرف على 8 افراد، انقطع عنهم دلوقتي كل السبل لانه اللي بيصرف ما بقاش موجود، مات. فبرضو عايزين نقول انه اذا كان في تعويضات، ما فيش اي تعويض في الدنيا، لكن اذا كنا بنتكلم على تعويضات فهذا الرجل كمان ياريت يدخل ضمن هذه التعويضات، لانه عنده اطفال صغيرين شفناهم في التقرير، وعنده عيلة وعنده ناس بيصرف عليهم، فياريت كمان يدخل في جملة التعويضات اللي احنا بنعملها. تعويضات الوزارة ما قالتش حد تعويضات، يعني المفروض يبقى في تعويضات، يعني مفيش. يعني على الاقل هذا الرجل، لان احنا شفنا قصته، هو اصلا كان معاهم بحركة تهامة بان هم عايزين ينزلوا عشان هيتفصلوا، فجريوا اتكلموا معاه فنزل الراجل الساعة 3:30. فيعني بما ان احنا بنتكلم على ايه اللي هيحصل في الفترة الجاية، اذا كان في حاجة هتحصل فياريت يكون من ضمن الناس اللي اهله او اسرته هيحصلوا على تعويضات. مرة تانية بشكركم شكرا جزيلا، وكمان بشكر حضراتكم، ان شاء الله التقي بيكم بكرة. وعايزة بس اقول كمان علشان اللي بيبعتوا لنا من دفعة طب اسنان دفعة 2018، ان شاء الله خلال اليومين الجايين نكون سجلنا معاكم وكمان نعرض كل طلباتكم على الهواء.